عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الخبزة حلوة ولا بريوش حلو عائلي بحال اللي نزلت معكم من قبل بمذاق القرص. هذه المرة غادي نديروها معمرة بالكريم باتيسيير وحبيبات الشوكولات ولا غير الشوكولات محكوك. هي مختلفة، الوصفة الأولى فيها البيض، هذه ما فيهاش البيض، وحتى هي بدون دلك، يعني كنخدموها غير بالفوة ولا بالمعلقة. لهذه الوصفة غادي نحتاجوا كاس كبير ديال الماء، ديال الماء دافي، وهذا الكاس كيهز لينا 240 مليلتر. غادي نحتاجوا منه واحد ديال الماء دافي، نص كاس نفس القياس ديال زيت المائدة، نص كاس ديال الماء كبير، المهم هذا الماء اللي كنشربوا فيه الماء، سكر سنيدة، واحد ياغورت طبيعي، جوج معالق ديال الحليب بودرة. غادي نحتاجوا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ولا خميرة الخبز، واحد كيس ديال السكر فاني 8 غرام، هذا 7 غرام ونص، وكيس ديال خميرة الحلوة 8 غرام. وغادي نحتاجوا الدقيق باش غنخلطوا هذا العبار ديال الكاس كبير ديال الماء، 3 د الكيسان ونص. وطبعا الكريمة باتيسيير كل البنات تيعرفوا يوجدوا لا كريم باتيسيير. هنا درت 4 ديال الحليب، درت معها بيضة، جوج معالق ديال السكر سنيدة، سكر فاني، ودرت جوج معالق ديال المايزينا وخلطتهم مزيان ودرتهم فوق البوطو وخليتهم حتى ولا لينا كريم باتيسيير، وغطيته بالبابي فيلم باش ما يدير لناش هذيك القشره من الفوق. الطريقه كيف قلت لكم سهله، غادي ندير كل المكونات هنا. غناخذ هذا البينيو اللي غادي نخدم فيه، كيف كتشوفوا غندير فيه الماء، قلت كاس ديال الماء دافي والكاس فيه 240 مليلتر، السكر سنيده نص كاس، نص كاس ديال الزيت، كيجي لذيذ بزاف وتيجي حتى هو رطب ومفشفش. كان جوج معالق ديال الحليب بودره اللي ما بغاش يديرو بلاش. وهنا غادي نحتاجو علبه ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر. هذا الياغورت علاش تنديروه؟ حيت هو كيجي في بلاصه محسن الخبز، هو والحليب غبره ديما نضيفوهم في المعجنات ديالنا ولا العجينات بحال هكا بريوش الخبز حتى هو، ولا تيضيفوا فيه الحليب بودره باش يجي رطب. معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ولا خميره الخبز، كيس سكر فاني، نديروا كل شيء في مره وغادي ندير هذاك الكيس ديال خميره الحلوه. بغيتكم تجربوها كما جربتوا الخبزه الحلوه الاولى، هذه تتجي غير هذه هي اللي بحالها تتباع في المخبزات يعني في لي باتيسري. كنخلطوها مزيان غير شويه، ممكن ما ديروش الفوي، ديروا غير معلقه غير معلقه وخلطوا لا فورشيت، يذوب لينا السكر وغادي نتلاقاو. دابا خلطت شويه، غادي نبدا نضيف الدقيق، قلت 3 كيسان ونص العبار حتى هو ديال الكاس ديال الماء. غادي نضيف في الاول غير 3 د الكيسان وغادي نخلط، وهذاك النص كاس اللي قلت 3 د الكيسان ونص غندير 3، والنص كاس الاخراني غنخليه حتى نشوف. هنا كون نضيف غير 3 وغادي نخلط دائما كيف كتشوفوا، ما كاينش شي تماره ولا دلك ولا شي حاجه، غير هكا وحنا كنخلطوا. كيف كتشوفوا هانتو باقي خصني هذاك النص كاس، يعني العبار هو هذاك، غنزيد هذاك النص كاس. وغادي نخلط، كنخلط باش نوريكم كيف كيجي القوام ديال العجين، يعني ما تجيش مجموعه. كتشوفوا هنايا قلبت غير الفوي، جبت ديال الحديد حسن من ديال البلاستيك، البلاستيك كتعكس شويه. صافي وغادي نخلط هاد العجين ديالي غير هكا، ونبقى بحال هكا غير باش ما يبقاوش لينا دوك الكويرات ديال الدقيق. هذا هو القوام ديال العجين هانتو بحال هكا. دابا اش غندير؟ غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها حتى
حتى يضاعف ليا الحجم ديالها، وغادي نتلاقاو باش نكملوا حتى تما التحضير. العجين ديالنا هي هذه من الخمرات، هانتوما كيف كتشوفوا كيضاعف الحجم ديالها. دابا غادي ناخذ المول اللي غادي نبسط فيه هذا العجين. انا خيرت هذا المول مربع ديال القراصه، نتوما ما ديروش يعني هذا المول بالضبط، ممكن تاخذوا غير المقله ديال المسمن او اي طاوة عندكم دائريه في الدار. غادي ناخذ هذا العجين ونقسمو على جوج، ومني غنبغي نقسمو على جوج اش غندير؟ غادي ندهن يديا بالزبده. علاش كندهنوا يدينا بالزبده؟ باش ما تلصق ليناش العجين، والزبده ما تتخليش يعني. غندهن يديا كيف كتشوفوا الزبده غنديرها هكا. هذه نصيحه في كل المعجنات اللي كتكون جاريه، احسن ما نديروا الدقيق ولا نديروا الزيت بحال هكايا. وغادي نقسمها هانتو كيف كتشوفوا بكل سهوله، غنقسمها على جوج كيف كتشوفوا بحال هكا. وغنديرها في القاع ديال المول، غادي نزيد شويه لان ما تقسمتش على جوج فعلا بحال هكا بحال هكا. وغادي نحاول نبسطها، ودائما ندهن يديا بالزبده. غادي نبسطها هنايا على الطاوه حتى تاخذ ليا الحجم ديال الطاوه، وتقرص يعني نقرصوها بحال غنقرص بغيوش. غير هذا بغيوش راه كيكون جاري شويه، هانتو كيف كتشوفوا ملي تيخمر حتى شويه كيشد في راسو. انا غادي نبسطو على الطاوه كامله. هنا كيف كتشوفوا قرصتها كامله على هذيك الطاوه. دابا غادي ناخذ لاكريم باتيسير ديالنا اللي موجد من قبل، وخاصها تكون بارده، وغادي نديرها وغادي نوزعها على هاد نحاول ما نوصلش للجناب غير هكا الوسط. كيف كتشوفوا هنا درت هذيك لاكريم باتيسير في الوسط. دابا غندير حبيبات الشوكولا. حبيبات الشوكولا بغيتوا الى عندكم غير الشوكولات مربعات، قطعوه طريفات وديروه في الوسط، تيجي لذيذ هذا البغيوش وكيعجب الوليدات وكيعجب حتى حنا الكبار يعني اللي كنديروا الصبه بالاطفال بحال هكا. صافي بحال هكايا. دابا غادي ناخذ العجينه ديالي الثانيه، ودائما يديا ندهنهم بالزبده، وغادي نغطي بها لهاد الطبقه. ممكن الا بغيتو يعني تقرصوها بالطحين هاد البغيوش وديروها على شكل قريصه وديروها فوق من باش تجيكم سهله. انا غادي نبقى معاها بحال هكايا كيف كتشوفوا كجاريه، غادي نبقى معاها بحال هكايا، وغادي نحاول نبسطها على الوجه كامل بحال هكايا. وغير ديروا معاها الخاطر لان هي جاريه، وخاصها تكون جاريه باش البغياش ديالنا يجينا مفشفش ورطب بحال هكا. غير نهزو غير عشوائي، غير تغطى لينا هاد الطبقه وديك الساعه نقرصوه بحال هكا. بغيتو تقرصوها بالمساعده ديال الزيت بحال غنطلقو مسمنه. انا ما بغيتش ندير الزيت بزاف، هي معجونه بالزيت باش ما تجيناش دهنيه اكثر. داكشي علاش كنفضل هكا نخدمها ونسيس معاها حتى تقرص ليا. نتوما كيف قلت لكم بغيتوها تجيكم سهله اكثر، بسطوها بحال مسمنه كبيره وغطيوها وحده حطوا الطبقه. انا هانتو كيف كتشوفوا غادا معاها غير بشويه بشويه حتى نكملها. انا غادي نكمل بحال هكا حتى نغطي الطبقه كامله ونطلقها. كيف كتشوفوا هنا غطيت البغيوش ديالي كامل قديته. غادي ناخذ الظهر ديال المعلقه دابا وغادي نديرو في شويه الزيت صافي. غادي نحاول نبسطها شويه غير باش ما يبقاوش يبانوا ليا هذوك اليدين ديالي معلمين بحال هكايا. نتوما الا ما بغيتوش الا جاتكم هكا صعيبه وبغيتو ديروها يعني مني تخمر لكم العجين، قرصوها مباشره كامله وحتى طيب، وعاد قسموها على جوج وعمروها بلا كريم باتيسير والشوكولات تجيكم عاوتاني اسهل. صافي غادي نقادله الوجه ديالها كيف كتشوفوا بحال هكا. غادي نخليها حتى كتخمر مزيان وغادي نطلقاو باش ندهنوا لها الوجه وندخلوها الطيب.
البريوش ديالنا ملي خليته خمر، انتو كيف كتشوفوا كيضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل، وكيدير هاد الفقاعات، يعني راه هو خمر. دابا غادي ناخذ اصفر ديال البيضه اللي غادي نخلط معاه واحد شويه ديال الحليب كيف كتشوفوا، وغادي نزيد عليه واحد الكيس ديال السكر فانيلا، وغادي نطرب هاد الاصفر ديال البيض، وغادي ندهن به هاد الوجه كامل كيف كتشوفوا. زدت عليه هنا، غنزيد عليه كيس ديال السكر فاني، يعني درنا كيس في العجين وكيس مع اصفر البيض، كيعطيه ديك النكهه ديال الفاني من الفوق، وكيجي محمر. دابا غادي ندهن به الوجه ديال البغيوش ديالنا كله بحال هكا بحال هكا. البغيوش ديالنا كيف ما كتشوفوا كملتو في الدهين كامل. دابا غادي ناخذ فرشات وغادي ندير ليه دوك التموجات باش غير للتزيين، ما بغيتوش ما ديروهمش. هكا غير باش يجينا مزوق. صافي، وغادي ندخلوه الفران. طيب الفران كيكون سخون على 180 درجه. كندخلوا البغيوش ديالنا يطيب غير من التحت، مني تيطيب لينا تنطفو عاوتاني لتحت ونشعلو الفوق يتحمر ونقدموه بالصحه والراحه. وفي التزيين اللي بغى يقد باش ما بغيتو تزينوه، ممكن ترشوه بسكر كلاصي، ممكن غير غير دهنوه دهنه ديال الكونفيتور ولا الناباج، المهم نتوما اللي بغيتو. دابا غادي ندخلو الفران يطيب، وغادي نتلاقاو في الطبق النهائي بحول الله. البغيوش ديالنا هو هذا، مني طاب ومزيان دهنتو بالنص، درتو بالسكر كلاصي والنص دهنتو بشويه ديال الناباج، ودردرت عليه شويه ديال الكاوكاو. ممكن تخليوها بحال هكاك، ممكن تدردرو عليها كلها غير سكر كلاصي، ممكن تدهنوها غير بالكونفيتور وترشوها بالكوك، المهم لكم الاختيار. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وغادي نقطع لكم طريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيف كتجي. تجي رطبه بزاف هاد البريوش. ومع هذيك الحشوه ديال لا كريم باتيسيير والشوكولا من الداخل، هانتو كيف كتجي، بغيتو ما تشوفوها هانتو، رائعه ورطبه بزاف بزاف بزاف، هانتو لذيذه لذيذه بزاف صدقوني. هي باقا دافيه شويه، ولكن من الاحسن تخليوها حتى تبرد عاد هانتو العجين من الداخل تجي كلها مثقبه وخا ما مدلوكاش. هانتو شوف اللي عجبت الوصفه ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بود، والى وصفه قادمه بحول الله.